بعد وفاة الفنان المصري القدير محمود ياسين، وفاة الفنان المصري الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، حقيقة أم إشاعة؟ تداول العديد من الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي خبر عن وفاة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة. ونفى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ما تردد من شائعات مؤخرا بشأن وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، حيث أكد خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أن الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة بصحة جيدة تماما، ولا صحة لكل الشائعات التي ترددت مؤخرا، نافيا بذلك كل ما تردد على السوشيال ميديا من جانب البعض ممن تحدثوا بشأن وفاته. وقال أحمد عاشور حفيد الفنان عبد الرحمن أبو زهرة أن الأخير يتمتع بصحة جيدة في وقتنا الحالي، وما نشر عن وفاته ليس له أي أساس من الصحة. وأضاف عاشور في تصريحات خاصة أن جده متواجد في المنزل وحالته الصحية مستقرة بشكل كبير، مندهشا عن تلك الشائعات التي ظهرت فجأة بدون سبب، الناس مش لاقية حاجة تقولها، ده فراغ مش أكتر. وتداول عدد من رواد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنباء تفيد بوفاة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، الأمر الذي أثار ذعر عدد كبير من محبيه وجمهوره وخاصة أسرته.